السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوتي جبت لكم فيديو هذا برك نذكركم بالفاجعة وبزلزال بومرداس 2003. ولاية كومبلي راحت، لا قاعدة سكاني، لا قاعدة مدارس، لا قاعدة ميادين، لا قاعدة حدائق، لا قاعدة مزارع، ما قاعد ولا شيء، والو. الجزائر حينها وقتها خارجة من أزمة العشرية السوداء، يعني حتى يعني الرئيس بوتفليقة رحمه الله يعني كان يا ربي في العهدة تاعو الأولى، كانت يعني حتى البلاد ما زالت مصفاتش مليح. ما شفنا لا مساعدة ولا شفنا دعم ولا شفنا إسناد ولا شفنا أي حاجة ولا دولة. الفريق الأجنبي الوحيد اللي دخل اللي قاعد يساند في الجيش الجزائري وفي الشرطة الجزائرية وفي الحماية المدنية الجزائرية اللي كانت تنتشل في الجثث وفي الناس اللي تحت الأنقاض واللي تحت الركام، هذا الحماية المدنية الفرنسية فقط. هذه القوة البشرية بالعتاد تاعها وكلش بالمعدات تاعها، العدوة فرنسا هي اللي بعتت جروب مجموعات من عندها. شوف منظر الإمارات، شوف منظر الأخر. الجزائر حكينا على مواقفها مع الدول العربية كل، سواء لبنان، سواء تونس، سواء سوريا، أي دولة تقول أي راسي، الجزائر السباقة بطائراتها العسكرية، بالإمداد، بالطاقة البشرية، بالأدوية، بالغذاء، بالمستشفيات المتنقلة الميدانية، بالكوادر الطبية، بكلش بكلش بكلش، أي حاجة تتماشى مع الكارثة اللي حلت بالبلد الشقيق هذاك، الجزائر كانت السباقة ليه. شوف الضحايا، لا حول ولا قوة إلا بالله، أبرياء، دراري صغار، ما شفنا ولا واحد. احنا ما قلناش وما نشلومو احنا في الناس، ما نشلومو في الناس، ما نلوموش. خويا عندك باستطاعتك تبعت لي، ما عندكش ما نقولكش اعطيني ولا بعتلي ولا لا. كلهم يبعتوا في البرقيات، وبرقية تعازي، وبرقية تأسف، وبرقية ما عباليش واش. المضمون وين؟ حبيت نقول لكم يا شعب، ادخلوا في الفيديوهات هذوما تاع زلزال بومرداس، روحوا شوفوا كش ما كاين ناس تطبل لكم، روحوا شوفوا كش ما كاين بو عرب جاي بسيرتكم ولا جاي يطرحهم ولا جاي شغل الاخر. انتم راكم تدخلوا لهم في الفيديوهات تاعهم في التعليقات، غير 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 بالحياس، غير بالحياس. لولا ربي يرحمهم وربي يشفي المرضى وربي يفرج عليهم، لولا سيبون قص ولا تبقى عايش في التعليقات هذيك وديسكسيون وانتم والتاريخ والاخر، وتبدا تحل ويحل عليك، فهمت كيف؟ ما إيه من مره لولا وصايخ خش السلام عليكم، السلام، ربي يرحمهم وربي يفرج عليكم، تعالى خاص اديه البريفي وفرزوها بين بعضاكم. وعليه ما عندكمش النيف، وعليه ماشكم دايرين قيمه لروحكم، وعليه ترخصوا في روحكم، وعليه تطيشوا في روحكم، وعليه تتلسقوا، راكم وليتوا تعيفوا، راكم وليتوا تعيفوا. ديروا كرامه لروحكم، ديروا عزه نفس، ما عندكمش عزه نفس. موتوا خير، موتوا خير من حياتكم، موتكم خير من حياتكم، صح باتم معنى الكلمه. احشموا شويه، ها احنا عندنا موت، ها وميت هذا وموت، حاطينهم مدينهم ولا وش؟ ها شكون يقيمكم؟ ادخلوا في الفيديوهات شوفوا تعليقات الاشقاء والاخوه، ودوك تشوفوا تم تعرفوا باللي غير انتم برك اللي راكم تهزوا في الشلايم للناس، غير انتم برك اللي تمدوا في وجوهكم. لا قيمه، لا اعتبار، لا عزه نفس، لا نيف، لا ما عندكم حتى شيء، رخصتوا. لا وتهاجموا في ولاد بلادكم، عجل براني جاي يعري لكم نساكم وبناتكم. تهاجموا وتعاونوا في البراني اللي جاي يعريكم على ولاد بلادكم اللي حابين يستركم واللي قاعدين يديروا لكم في قيمه واللي قاعدين يضربوا عليكم. تقلبت الايه، ما حطيتكمش كيما هكبر، والله ما حطيتكم كيما هكبر.
شعب الجزائري تعنيه في شوشو دوك تشوفها هنا في بومرداس بوتفليقة ويسحتوه بوتفليقة يخرج خايف تبع معايا برك هاو بالجيش بالشرطة بالحرس الجمهوري اللي معاه باللي جارد كور يروح خايف درك تشوف كيفاش هاو هنا بدا يحكي مع الشايب هذا عرف باللي الشعب كي شغل له مقفل وماوش راح يسمع له لهنا بداو يلارقيو عليه هنا بداو يشاليو فيه بداو يطرشوا فيه بوتفليقة او كمش وجهه زغل كيف طبز وجهه درك يصد بظهره ويهرب ديركت يا رئيس دولة رئيس جمهوريتنا ما حسبنا لوش كي تحمر الوجوه ما نحسبوا لحتى واحد درك مش حمارت الوجوه هم دخلوا لكم دياركم يا يديروا قيمة لرواحكم ديروا قيمة لرواحكم يا راي وصلت عنا زلازل أو زلزال بومرداس أو فيضانات ندبت للدنيا تباب الواد الزلزال الغزوات هذاك تشلف ما خلى حد شي شكون اللي داها فيكم ناس كاملة كانت حصرتكم وقافلة عليكم الناس كل قاعدة تشوف فيكم شهدة خالية تاع تيروريست الناس كاملة تحسب فيكم انتو هم اللي تصدروا في الارهاب للعالم يعني قليلة قليلة الدول اللي وقفت ودعمت ودعات باش تطفى نار الفتنة وقلال قلال وبعاد أصلا سبحان الله هذا يوجعوا راسه لهيه تطيحوا عليه تروحوا تجريوا عليه كل هاي سوريا ها فلسطين ها ليبيا ها الوقت تقعدوا تبربروا وداديو يحشموا لك الواحد يروح